من سألوك ريال مدريد وصل للاكسترا تايم ازاي؟ قول لهم وجه قرار لوكا مودريتش كان حاضر. لوكا مودريتش وبرده الامانه التغييرات بتاعت السيد كارلو انشيلوتي، لان كارلو انشيلوتي لما شاف ان تشيلسي بدا يسيطر على المباراه تماما، وتشيلسي سجل الثاني عن طريق روديجر وسجل هدف ثالث عن طريق الونسو بس اتحسبت لمسه يد، قرر ان هو ينزل ادوارد كامافينجا ويطلع توني كروس. مع اني مستغرب ازاي كامافينجا ما بيلعبش اساسي، بس عارف كويس قوي ان توني كروس صعب انك تقعده دكه الفتره الحاليه في ريال مدريد. كامافينجا فرق جدا، تغيير كازيميرو فرقت جدا لما حطيت كامافينجا في نص الملعب كادفندر وقلبتها 4-1-4-1. فرقت معاك حته انك تنزل مارسيلو مكان لعيب زي فرناند ميندي مش شايف قدامه النهارده. تغييرات مدير فني قدرت انها ترجع الفرقه، غير ان اساسا اللي جاب الجون هو رودريجو اللي عمل زياده جميله جدا، قدر ان هو ياخد وجه القدم الاعظم على الاطلاق من لوكا مودريتش وقدر ان هو يسجل هدف الوصول للاكسترا تايم، لان تشيلسي كان مقدم مباراه عظيمه جدا. تشيلسي عمل ابداع، بس بصراحه اكتر حاجه استغربت لها تغيير تيمو فيرنر بكريستيان بوليسيتش. يعني تيمو فيرنر سجل وتيمو فيرنر دخل في الجيم، ليه بتغيره وتنزل كريستيان بوليسيتش؟ مع ان بوليسيتش اول ما نزل راح مضيع كورتين على بعض، اللي هو تغييره ممكن تكون عليها مليار علامه استفهام. تغيير توخيل فرقت مع الفرقه بالسلب عكس التغييرات اللي عملها السيد كارلو انشيلوتي. برضه زي ما بنقول كارلو انشيلوتي بيقعد يتفرج على الفرقه، لازم نرجع نقول ان كارلو انشيلوتي لا يمتلك فكره ان هو بيضحي بلعيبه كبار علشان خاطر يحط لعيبه اسماء شابه جوه الملعب، بس لما بيعمل كده ولو يبقى عنده شويه الجراءه دول ريال مدريد بيقدم مستوى تاني خالص، لان وقتها بيكون في جري كتير جوه الملعب. كامافينجا فرق جدا لما نزل، لان كازيميرو وتوني كروز ما كانوش شايفين قدامهم حرفيا جوه المباراه، ونجولو كانتي وروبن لوفت الشيك وماتيو كوفيتش كانوا مسيطرين على الجيم تماما في نص الملعب. فالتغييره بتاع ادوارد كامافينجا فرقت جدا وبتفرق جدا مع ريال مدريد، طول ما ادوارد كامافينجا بينزل الملعب والفرقه مضغوطه الوضع بيختلف تماما. وطبعا هرجع تالت ورابع اقول لك العظمه بتاع وش رجل الخارجي بتاع لوكا مودريتش ده يا باشا حاجه تدرس والله العظيم. انا راجل برشلونيستا بس بصراحه الراجل ده عمل وش رجل عظمه للامانه. ريال مدريد عارف يوصل للاكسترا تايم حتى هو مش شايف قدامه تحاول تبصير للعيبه. تشيلسي عمل جيم عظيم جدا، يستحق ان هو يطلع كسبان ويستحق ان هو يتاهل للدور القادم، لكن كره القدم محدش عارف مخبيه لنا ايه في الاكسترا تايم. مباراه ممتعه جدا 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 حتى الان.